الى الان ماكو، ما يطلع تسجيل، مجرد تحميل. زين هسه هسه بلش دكتوره. زين، يا مسارس عمار عبد الرزاق، المفروض اكو هيك اسم طالبه. شيك دكتورة. دكتورة بالميت ماكو سارة، دا ادور هسه ماكو. موجودة دكتورة، اي موجودة موجودة. دكتورة، هاي سارة عمار عبد الرزاق. زين، السلام عليكم ورحمة الله طلاب. راح نكمل اليوم ما وصلنا لمحاضرة البارحة، تذكير مراجعة سريعة على هاليدات الألكيل. عرفنا أنه هي مركبات من متكونة عبارة عن هاليد وألكيل طرفين، فبما أنه الألكيل هو مجموعة دافعة بالحث، وهذا مجموعة الالكترون نيجاتيفيتي مالتها عالية، الكربون الالكترون نيجاتيفيتي مالته واطية مقارنة بالهاليد، فاتجاه الالكترونات راح يكون بهذا الاتجاه، فلهالسبب حتكون ذرة الكربون مشحونة partially positive، والكلور ذرة مشحونة partially negative، والالكترون نيجاتيفيتي مال الفلورين أعلى من الكلور، والبروم أعلى من اليود، وهكذا. بالنسبة لطول القاصرة مال سي اي هي أطول من سي بي ار، وهكذا. وعرفنا كذلك تسميتها، اتطرقنا لها، وعرفنا أنه أكو أنواع من هاليد الألكيل، هي برايمري وسكندري وتيرشري، وكذلك أكو معوضات مرتين اللي هي فيسينال وجيمينال هاليد ألكيل، وتطرقنا إلى موضوع تحضيرها بعدة طرق، وعرفنا ليش اكو بعض المواد هي حتكون تطلع بنسبة عالية، وليش بعض التفاعلات راح تطلع ميكسشر اذا كان اكو توجيه مثلا بهاي الحالة، او كنترول نسميه على التفاعل راح تطلع بنسبة اعلى من غيرها، او مثل هكذا تفاعل سبب التوجيه اللي هو الريزونانس، وهكذا. زين، وكذلك عرفنا طرق تحضيرها أيضا من من الألكين والألكاين، زين، عن طريق تفاعلها مع CL2 أو ال HCl مع حامض أو مع شو اسمه هالوجين، وكذلك طريقة تحضيرها من الكحولات. أخذت الكحولات تتفاعل مع الحوامض حتى تكون لي هاليد الكيل. هاي اكيد دكتورة، بس ما شرحت لكم اياها. زين طلاب، رجعنا على مسألة الصوت، انتبهوا رجاء المايكاتكم. زين، التفاعلات الهاليدات الالكيل هي بصورة عامة تعتبر good leaving group، مجموعة الهاليد تعتبر good leaving group، فلذلك راح تتفاعل بسهولة مع العديد من الرياجينات، ولها تفاعلات كثيرة. هاي التفاعلات راح تؤدي يا أما إلى substitution أو elimination، يا أما راح تنشال مجموعة الهاليد تقعد مكانها مجموعة أخرى، مثلا كحول أو هاليد آخر أو مجموعة H2، زين، أو راح يتولد لي الكين. نتيجة تفاعل هاليد الألكين راح يتولد لي ألكين، وأكيد أخذتوا الدكتورة بس نطتكم بالألكينات، طرق تحضيرها هي من هاليدات الألكين، راجعوا طرق تحضير الألكينات، وحدة من عندها من هاليدات الألكين. زين زين، إذا تفاعلت هاليدات الألكين مع نيوكليوفيل أو مع قواعد راح تتكون لي، في حالة إذا تكون لي substitution reaction، بنوعين الـ SN1 والـ SN2. إذا تكون لي تفاعل حذف، فتفاعل حذف أيضا بميكانيكيتين E1 و E2، راح نجي نتطرق لها later on. زين، إحنا تركيزنا البارحة واليوم على تفاعلات اللي تمر بميكانيكية الـ SN2، اللي هي substitution nucleophilic by molecular، اللي هي عبارة عن خطوة واحدة، زين، تمر بترانزيشن ستيت، يعني ستارتنج عندي و اند برودكت راح تمر بترانزيشن ستيت.
هاي الاس ان 2 لها شروط ولها عوامل هواية تأثر عليها. زين، عندها شروط حتى تتكون ولها عوامل هواية تأثر عليها. واحدة من عندها هسه هاي التفاعلات، كنا تتفاعل مع او اتش وار او حتى يكون لي كحول وايثر سايول، ممكن امين يتكون، تفاعلاتها هواية وهاي النواتج مالتها. زين، او هاليد الكيل يكون لي هاليد الكيل اخر. زين، الشروط مالتها او العوامل اللي تأثر عليها قلنا النيوكليوفيل سترينث، قوة النيوكليوفيل. اذا كان النيوكليوفيل قوي فبساعة راح يتكون التفاعل، اذا النيوكليوفيل ضعيف قلنا يحتاج طاقة عالية وما ممكن انه يتكون التفاعل، يعني بتفاعل كحول مثلا الميثانول مع هاليد الكيل مباشر، يعني ما يمر بهاي الميكانيكية وانما يمر بهذه الميكانيكية، الميثوكسايد هو اللي يهاجم. تمام. زين، العامل الثاني هو البيسيسيتي اند النيوكليوفيليسيتي. البيسيسيتي هو شنو؟ هو يعرف هو اكوليبريوم كونستانت فور ابستراكتنج ا بروتون. البيس شغله يقتنص بروتون، يعني يهاجم اي مكون يحاول يقتنص من عنده بروتون وهو يصير حامض كونجوجيت اسيد لهذا البيس، او هو حتى يتكون هذا الاسيد اني عندي كونجوجيت بيس لهذا الاسيد. المهم البيس هو شغله يشتغل انه يقتنص بروتون. النيوكليوفيل هو سرعة مهاجمة الالكتروفيل كاربون اتوم. النيوكليوفيل او نيوكليوفيليسيتي is defined by the rate of attack on an electrophilic carbon atom. النيوكليوفيل يهاجم الكربون اتوم، ما يهاجم بروتون، ما يقتنص بروتون وانما يهاجم الكربون اتوم بحيث يكون لي يعوض ما موجود وتغادر الهالوجين، يغادر يعني كسايد برودكت. النيوكليوفيليسيتي تعتمد على عدة شغلات. Species with negative charge are stronger nucleophiles than analogs species without a negative charge. يعني البيسز ار اولويز سترونجر نيوكليوفيل ذان ذير كونجوجيت اسيد، يعني المي هو يعتبر الكونجوجيت اسيد مال الاو اتش، او الاو اتش الكونجوجيت اسيد مالته هو مي. زين، فالاو اتش ماينس هو المي عباره عن اتش او اتش، فالاو اتش ماينس كان نيوكليوفيل هو اعتيادي اقوى من المي. زين، والاس اتش هو كنيوكليوفيل اقوى من ال H2S، وال NH2 ماينس هو كنيوكليوفيل هو اقوى من الامونيا. تمام. النيوكليوفيليسيتي تقل from left to right across the periodic table. شنو معناته هذا الكلام؟ يعني ال OH هو النيوكليوفيل اقوى من الفلورين ماينس. The more electronegative element hold on more tightly to their نون بوندينج الكترون. الفلور اكو صوت دا اسمع، ما دا يعجبني هذا الوضع، لا اول مره دا احاضر بكم ولا اول مره دا تحضرون المحاضره. تالي هسه شلون احنا هنضل كل ساعه؟ هي كلها ساعه زمان، مو كلها ساعه زمان لو شنو؟ هم ناسين المايكات ودكتوره، واسف واعتذروا من هالحكي هذا. كم دوب هسه؟ كم دوب هسه؟ شهد؟ كم دوب شهد؟ نظل على هالوضعية. زين، النيوكليوفيليسيتي قلنا اتخيل decrease from left to write across the periodic table. The more electronegative elements تكمش الكتروناتها أقوى من to their non-bonding electrons.
The more electron negative elements hold on more tightly to their non-bonding electron، يعني يعني هالالكترونات الغير مرتبطة تكمشها قوي ما تهدها، لأنه الالكترون نيجاتيفيتي مال الفلورين أعلى من الأكسجين، فالأو اتش كنيوكليوفيل هو أقوى بالنتيجة من الفلورين. عندنا النيتروجين كنيوكليوفيل أقوى من الأكسجين، الفسفور كنيوكليوفيل أقوى من السلفر. ليش؟ لأنه إحنا قلنا بالجدول الدوري هذا هو البريودك تيبل اوف ذا اليمنت، تزداد الالكترونيجاتيفيتي باتجاه اليمين، فالنيوكليوفيليسيتي تزداد باتجاه اليسار، يعني وحده عكس اللغة. هذا كنيوكليوفيل ضعيف مقارنة بالاو، والاو ضعيف مقارنة بالان، يعني الان كنيوكليوفيل افضل من الاو، اكرم اكرم بالرغم عنده مزدوج الكتروني واحد، بس هو اقوى يهاجم، يعني متوفره افيلبل عند النون بوندنج الكترون افضل من الاو، والاو افضل من الاف. زين، فكل ما نتجه باتجاه اليمين النيوكليوفيليسيتي تضعف، الالكترونيجاتيفيتي تقوى. اوكي، زين، باتجاه الاسفل الفلور اضعف من الكلور كنيوكليوفيل، يعني الكلور احسن منه، والبروم احسن من الكلور از نيوكليوفيل، يعني نيوكليوفيليسيتي تزداد باتجاه الاسفل من الجدول الدوري، نيوكليوفيليسيتي تكون أجود للأسفل باتجاه الجدول الدوري. وكذلك هاي الزمرة مال الأكسجين، زمرة الأكسجين تزداد نيوكليوفيليسيتي نحو الأسفل، لأنه الإلكترونات اللي غير المرتبطة كل ما يكبر حجم الذرة، الذرة كل ما يكبر حجمها قوتها على اجتذاب الالكترونات غير المرتبطة يكون أضعف، لأن حجم الذرة كبير. شوفوا هسه مثلا الأكسجين 8، السلفر 16، أفيد وياكم انتم. زين، الأكسجين 8، السلفر 16، والاس اي 34، فعدد الالكترونات هذا 34 هذا 16 هذا 8، فال8 تكون قريبه على مركز النواه اقرب من ال16، فياهو اجتذابه اكبر لالكتروناته، طبعا الاكسجين اجتذابه اكبر، قوه اجتذابه لالكتروناته اكثر، لانه النواه بها باور، وهاي الباور توصل لل8 الكترونات افضل مما توصل لل16، كل ما نبتعد كل ما تضعف قوه التجاذب بين الالكترون والنواه. وكذلك السيلينيوم 34 الكترون، هي نواة وحدة، ف34 يعني وين اني عندي النواة السيطر على 8 الكترونات وين السيطر على 34؟ فاكيد قوة جذبها على 8 الكترونات اقوى من 16، وال16 اقوى من 34 واقوى من 52 وهكذا. زين، فهي هذه الفكرة من النيوكليوفيليسيتي. نيوكليو فيليسيتي انكريز داون ذا بيريودك تيبل، قلنا اليود اقوى من البروم، والبروم اقوى من الكلور، والكلور اقوى من الفلور، وهكذا السيلينيوم والسلفر والاكسجين الفوسفورس والنيتروجين، يعني سي اتش 3 سي اتش 2 باي 3 فوسفورس كنيوكليوفيل اعلى من السي اتش 3 سي اتش 2 باي 3 نيتروجين، لان احنا ندري انه السلفر والنيتروجين عندهم ثلاث ارتباطات، يستقرون بثلاث ارتباطات. هذه هي ذرة النيتروجين بها ثلاث ارتباطات حتى تتشبع، تمام؟ هاي الارتباطات هي CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3، وبها شنو؟ بها مزدوج الكتروني هنا، هذا الكترون وهذا الكترون. زين، وكذلك الفوسفورس بهاي الحالة، زين CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 أيضا بيها شنو؟ مزدوج إلكتروني فري.
زين، فحسب الجدول الدوري، الجدول الدوري للفوسفورس هو زين تحت النيتروجين. فاحنا قلنا الفوسفورس اقوى النيوكليوفيل من النيتروجين، تمام، لانه قوة السيطرة مال النواة على 15 الكترون اضعف من قوة السيطرة مال النواة على 7 الكترونات، فلذلك تكون اكثر حرية. فبالنتيجة يكون الفوسفورس كنيوكليوفيل اقوى من النيتروجين، تمام. زين، as the size of an atom increases, its outer electrons get further from the attractive force of the nucleus. The electrons are held less tightly and are said to be more polarizable. Then they are more able to move toward positive charge. هذا الكلام أنا هسه قلته وشرحته. زين، more polarizable atoms can form bonds at a greater distance. More polarizable atoms تساوي أثر at a greater distance. More polarizable اللي هي اللي جوا، كل ما نزلنا للأسفل حتى تقدر تسوي، يعني كل ما نزلنا باتجاه الأكسجين، سلفر، سيلينيوم، وهكذا كل ما نزلنا للأسفل هاي الجزيئات راح تقدر تكون بوند بمسافة أبعد، which gives rise to stronger bonding in the stationary phase. هذا يسوي لي sorry in the transition state. In the transition state يعني معناته هذا الكلام شنو يوضح بهاي الصورة. يعني أنا عندي فلورين، هذا الفلورين هو hard small valence shell، هذا الفلورين. أنا عندي المهاجمة بالاس ان 2 من الخلف، زين، فهذا يهاجم الاس بي 3 orbital back loop. زين، هذا يهاجم الاس بي 3 اوربيتال هذا الاخضر باك لوب، ويؤدي لي الى هذه الترانزيشن ستيت. شوفوا شلون اقترب الفلورين من الباك لوب مال الاس بي 3 اوربيتال، هذه ليتل بوندنج يعني التآصر، الآصرة طبعا اقصر يعني ليتل بوندنج يكون، بينما هذا سوفت لارج فالنس شيل، هذا سوفت هو الايودين هو سوفت large valence shell، الالكترونات مالته ابعد، لها حريه اكبر انه ترتبط بالاس بي 3 اوربيتال باك لوب وتكون لي آصرة. شوف الالكترونات شلون واصله، واصله ومتصله بصوره جيده بالكربون بارشيال بوزيتيف، حتى هذا بدوره الهاليد الالكيل ينفصل. فالمهاجمه دائما عندي تكون من الخلف، اوكي. ففلورين هو هارد اور لو polarizability nucleophile with its electron held close to the nucleus. الكتروناته كلش قريبة من النواة، and it must approach the carbon nucleus closely before orbital overlap can occur. زين، لازم كلش توصل قريب من ال positive charge carbon positive charge قبل الاوربيتال اوفرلاب كان اكير، يعني لازم حيل تدخل لي جوا حتى يسوي اوفرلاب بين هاي وبين هاي، بينما هذني لا، هي بعيده عادي الكتروناتها واصله عندها هوايه، تمام. The outer shell of the soft iodide has loosely held electrons، الكتروناته يعني راخيه اصلا بعيده عن النواه، and these can easily shift and overlap with the electron atom at a relatively far distance. اوكي، زين، هذا هو تأثير النيوكليوفيل. نجي على تأثير آخر، يعني تأثير النيوكليوفيليسيتي بالاس ان 2. اوكي، هذا هو تأثير النيوكليوفيليسيتي. بالنسبة للتأثير السولفنت، تفاعلات الاس ان 2 السولفنت ايضا يدخل بيها ويأثر عليها. انا اي تفاعل كيميائي اريد اسويه اعتيادي اذوب مواد المتفاعلة مالتي بسولفنت، هذا السولفنت ممكن يأثر. عندي نوعين من السولفنات، بروتيك بولار بروتيك سولفنت وبولار ابروتيك سولفنت. شنو بروتيك وشنو ابروتيك؟ هسه شوفوا هذا المخطط ايش قد حلو، ده يوضح لي شو اسمه الفلورين هو اعلى الكترونيجاتيفيتي من الاكسجين،
هذا إذا وعدت للجدول الدوري من على مستوى عالي، يعني من علو. فلورين أعلى شيء، أعلى من الأكسجين، وأكسجين أعلى من النيتروجين، والنيتروجين أعلى من الكربون، كربون أعلى من البورون، بورون أعلى من الألمنيوم، الألمنيوم أعلى من الجاليوم، عرفت شلون؟ كربون أعلى من السيلينيوم، نيتروجين أعلى من الفوسفورس، وهكذا الأكسجين أعلى من السلفور. زين؟ الفلورين أعلى من الكلور، كلور أعلى من البروم، بس الفلورين فرق عن الكلور كلش هواية، أقوى من فرق الكلور عن البروم. لا تلاحظ شلون هذا البريودك تيبل هالشكل رسمي حلو. إذا تباوع على مصفح شوف الفلور ايش قد أعلى من الكلور، الكلور شوية أعلى من البروم، البروم هواية أعلى من اليود، بس أعلاهم الفلور. زين هيجي هذا الرسم جميل جدا، يوضح لي الشغلات. شوفوا الالكترونيجاتيفيتي مال الكلور ايش قد عالية، فتسحب الالكترونات باتجاهها مال الهيدروجين. هاي هاي الفكرة. زين عندنا البولار بروتيك سولفنت وبولار اي بروتيك سولفنت. بولار بروتيك سولفنت مثل ايش؟ مثل الماي، عندي اثانول، ميثانول، امونيا، اسيتيك اسيد اند اذرز. البول يعني بيها هيدروجين. البولار اي بروتيك سولفنت اللي هي يعني هي بولار، هي مركب سولفنات بولار بس ما بيها هيدروجين، كونتين نو هيدروجين اتومز، connected directly to an electronegative atom and they are not capable of hydrogen bonding. ما تسوي لي hydrogen bonding مع المواد المتفاعلة. These are مثل ايش؟ acetone و dimethyl sulfoxide اللي هو DMSO DMF، ثلاثة أنواع أربعة، acetone، dimethyl sulfoxide اللي رمزه DMSO، و DMF اللي هو دايميثيل فورمامايد اتسترا. المهم هي هاي بولار وذيك بولار، بس هذه الابروتيك ما تسوي لي هيدروجين بوندنج، ذيك تسوي لي هيدروجين بوندنج لان بيها هيدروجين. هسه نجي نشوف شلون هذا مثلا هنا بولار بروتيك سولفنت اللي بيها هيدروجين مثلا نهايتها او اتش او نهايتها ان اتش. زين ريديوس ذا سترينث اوف ذا نيوكليوفيل، انا عندي نيوكليوفيل دي هاجم الهاليد الالكيل فروم ذا باك سايد، فهذا البولار بروتيك سوالي بما انه بي هيدروجين، فالهيدروجين عنده قابليه على انه يكون هيدروجين بوندنج مع المواد. اكو قوى اسمها هيدروجين بوندنج نمثلها بهاي الرمز النقاط. زين هذا الهيدروجين ينجذب لذرات ذوات الالكترونيجاتيفيتي العالي، مثلا فلورين اذا عندي بالمحلول، نيتروجين عندي، اوكسجين، سلفر، فالهيدروجين راح ينجذب لهاي الذرات ذوات الالكترونيجاتيفيتي العالي عن طريق الهيدروجين بوندينج، فراح يسوي اعاقه. اني يعني عندي راح تصير عندي اعاقه، يعني شوف هذا حجمه ايش قد كبر، فما راح يقدر يهاجم يعني كلش يعني بسهوله، يعني سولفنت راح ياثر عليه. لو أنا مستخدمة أبروتك سولفنت فرح تكون العملية أسهل، لأنه سولفنت partially stripped off in the transition state، رح يقعد هنا بالترانزيشن ستيت ويأثر علي. زين بينما الفولر أبروتك سولفنت اللي هي مثلا عندي أسيتون ترايل، هذا رمزه. طبعا بالمناسبة أنا هاي السلايدات ما رح أدزها لكم، أنا رح أدز لكم هذا الـ PDF، فأكو شغلات تنتبهون عليها، يا اما تاخذوا لها سناب شوت، يا اما تاخذوا لها يعني سكرين شوت، ما اعرف، بالتسجيل مال الفيديو تسجلوها، هي راح تنزل عندكم. زين تسجلوها ورقه وقلم على راحتكم. عندي اسيتون ترايل ما بي او اتش، عندي دايميثيل فورمامايد، شوفوا دايميثيل فورم امايد اللي هاي الاثر بين الان والكربونيل، هذا هو مركبات الامايد. فورمامايد اللي هو كربون رقم واحد، بس كربون واحدة، فداي مثل فورمامايد يسموه دي ام اف. عندي الاسيتون، هذا الاسيتون مال صبغ الاظافر، البنات يستخدموه يوخرون صبغ الاظافر، هو هذا. زين هو هذا كيتون، الاسيتون هو كيتون ار سي او ار، تمام. عندي دي ام اس او اللي هو داي مثل سلفوكسايد، هذني كلهم هذني ما بيهم، هاي هذني افروتك، هذني احسن لي، أحسن لي من البروتيك، لأن البروتيك راح يأثر على سرعة التفاعل. زين different solvents have different effects on the nucleophilicity of species. Solvents with acidic protons are called protic solvents, usually OH or NH groups. Okay.
هذا كلام قلناه. Polar protic solvent are often used for SN2 reaction. ليش أنا دائما أستخدم polar protic solvent؟ ليش؟ لأنه البولار رياكتنت اللي هو النيوكليوفيل والالكيل هالايد هذني بولار رياكتنت، يعني جنرالي ديزولف ويل ان ذم، عاده خوش الذوب بالبولار بروتيك سولفنت. زين سمول انايونز ار ماتش مور سترونجلي سولفيتد ذان لارج انايونز، اند سام تايمز ذس كان هاف ان ادفرس افكت. هذني السمول انايونز مثل الفلورين تذوب اقوى من اللاردر انايون، وهذا راح يؤدي الى نتيجه عكسيه، يعني عن طريق الهيدروجين بوندنج راح يصير عندي شنو بطء بالعمليه. سيرتن انايونز لايك فلورين كان بي ديزولف سو ويل ان بولار بروتيك سولفنتس ذات ذير نيوكليوفيليسيتي از ريدوسد by the solvation. Nucleophilicity مالتها راح تقل by solvation، لأنه راح تسوي hydrogen bonding مع solvent ونيوكليوفيليسيتي مالتها تقل. زين for efficient SN2 reactions with the small anions it is usual to use polar a protic solvent. زين أفضل لي حتى for efficient SN2 reaction أستخدم a protic solvent polar a protic solvent. Polar aprotic solvent مثلا DMF قلنا والأسيتان طايل الأسيتان. The solvents are still polar، هذول هم polar but have no OH or NH bonds to form hydrogen bond to small anions. زين ما تكون لي hydrogen bonding. هذا هو تأثير السولفنت. العامل الآخر اللي أثر علي بالتفاعل هو steric effect، التأثير الإعاقة الفراغية. شنو تأثير الإعاقة الفراغية؟ هسه أنتم إن شاء الله الأسبوع بعد القادم راح تأخذكم دكتورة بسمة راح لكم ستيريو كيمستري. ستيريو كيمستري إنه يعني ببساطة إنه الجزيئات بالفراغ هي عبارة عن 3D 3 dimensional structure مو 2D. بس إحنا هذا راسميكم إياه 2D، إنه هاي ال H دي فوق وهاي يسرى وهاي جوا وهاي، وبالحقيقة هو مو هيك شيء. حقيقة الأمر هو مو هيك شيء، إنه الجزيئات الكيميائية اكو يعني جزيئه مع المستوي واكو جزيئه داخله بطن الورقه، داخله بطن الورقه بعيدا عن عين الناظر، واكو جزيئه طالعه من المستوي علي باتجاه عيني. زين هاي هي الحقيقه. فلذلك الجزيئات طالما هي 2D فالانسجه 3D، فالانسجه الحيه هي عباره عن 3D. زين لانه المركبات تكون خلايا والخلايا تكون أنسجة والنسيج يكون لي تشو، مثلا عضلات جسمك مثلا هي مو عبارة عن نسيج، النسيج هو عبارة عن خلية والخلية هي عبارة عن جزء يعني جزيئات مولكيولز. هاي المولكيولز هي 3D هي مو 2D. مثلا عندك هذه جزيئات هذه عندي هنا مثيل جروب برومو ميثان. زين عندي هذه مثلا ذرة الهيدروجين طالعة علي من الورقة طالعة علي، وهذه المنقطة البعيدة هاي داخل المستوي من مستوي الورقة باتجاه بعيدا عن عيني، بعيدا عن يدن عين الناظر، وهذه لا مع المستوي. زين هذه هي الحقيقة، انه الجزيئات المولكيول هي 3D. فلذلك هاي هي يسموها ستيريو، يعني ستيريو كيمستري هي كيمياء الفراغية. ف In general, the steric bulk has a detrimental effect on the nucleophilicity. الإعاقة الفراغية تأثر على النيوكليوفيليسيتي. مثلاً أنا عندي هذا tertiary بيوتوكسايد بيهاجم على هاليد الألكيل، وعندي إيثوكسايد هو اللي بيهاجم أو بيتفاعل مع هاليد الألكيل. tertiary بيوتوكسايد هو نيوكليوفيل ضعيف، صحيح هو قاعدة قوية بس النيوكليوفيل ضعيف، بينما الإيثوكسايد هو نيوكليوفيل قوي لكن هو بالحقيقة هو ويك بيس. ليش هسه نجي نحكي ونفسر. انتو تعرفون سامعين شيء باسمه اندكتيف افكت. احنا البارحة سولفنا على الاس ان 1 شوية، اخذنا فد هسه احنا هسه موضوعنا هذا الاس ان 2، بس احنا البارحه شويه سولفنا عن الاس ان 1
ورسمت لكم، قلت لكم ليش التيرشري كاتب وكاتيون هو اكثر استقرارا من السكندري، والسكندري اكثر استقرارا من البرايمري، مو تمام؟ سالتكم هيك سؤال، هذا هو التيرشري كاربوكاتيون بثلاث مجاميع، فلذلك هاي الكربون اللي بالوسط هي شنو؟ هي تيرشري، والسكندري بمجموعتين معوضه، فلذلك الكاربوكاتيون اللي بالسنتر هذا هو سكندري كاربوكاتيون، وهذا برايمري اللي بيه بس مجموعه واحده، وهذا مثل، فهذا مور موست ستيبل وهذا ليست ستيبل. هذا كله راح نجي ناخذ الكلام بالاس ان 2، بس يعني رباط السالفه وين؟ انه هذا قلت لكم ليش التيرشري اكثر استقرارا من السكندري، والسكندري اكثر من هذا وهذا اكثر من هذا، مو البارحه سولفنا ليش؟ ايش قلت لكم؟ لا التيرشري لا المتفرع اي دكتوره اي وبعد دكتوره قلت لي ان برانش في سي اتش 3 راح تضغط على ذرات الكار، ذرات الكربون اللي بالنص الوسط الفرعيه، شو تسوي لها؟ شو تسوي لها؟ يعني كانما تضغط عليها او يعني تدفعها للاستقرار، تضغط عليها المتفرعات السي اتش 3 اي تدفعها. ايش تدفع؟ هي يسموها شنو؟ انا ايش قلت لكم؟ شو اسمها؟ انتم ما ادري الجروب الثاني ايش قلت لكم؟ هاي المثيل جروب، شو يسموها بالكيمياء؟ هاي المثيل جروب، هاي انا عندي ثلاثه مثيل جروب، ما ادري انتم قلت لكم، ما ادري ذاك الجروب الثاني ترى واني ما سميناها حسب ما اذكر، قلتي انه بس تدفعها، يعني ما اذكر سميتيها، ما اعرف بعد. بلي سميتها. انت منو بدك تحكي وياي؟ احمد لطيف دكتوره، احمد ابو شهاب، احمد المصلاوي صح؟ نعم دكتور ابو شهاب الورده. ايش قلنا؟ ايش سولفنا؟ قلنا هاي المجاميع شو يسموها بالكيمياء؟ دكتوره يسموها المجاميع الدافعه. عافيه، منو هذا الحكي؟ دكتوره انا شعيب. من الحكي؟ شعيب لك بونص. شعيب دكتوره جامع الدافعه الكترونات. عافية، المجاميع دافعة بيش؟ مجاميع دافعة بالإلكترونات دكتورة. إيه بال مجموعة دافعة بال دكتورة هنا عافية بالحاس. من هي هاي اللي جاوبتني؟ الإلكترونات دكتورة. أنت شو اسمك اللي جاوبتيني أم الحاس؟ آمنة علي. آمنة علي، أنت وشعيب الكم بونص. دقيقة خلا أسجل أساميكم. شعيب شنو؟ شعيب هو ماكو شعيب. شعيب نوري مدحت. إي نوري. زين شعيب مدحت نوري وآمنة؟ آمنة علي. علي حسون. زين هذا بونص، أنتوا إلكم بونص لأن شطار، لأنه أنتوا منتبهين وياي. ماذا انا قلت لكم؟ الكم لو قلت لكم الكم لو ذاك الجروب ما اتذكر المن حكيت. قلت لنا دكتورة المحاضرة. اي عافية، قلت انه مجاميع الار جروب بصورة عامة هي مجاميع دافعة بالحث، فتدفع. فقلت لكم هذا جوعان، مو صحيح؟ احنا انكم سولفت لكم الساعة 12 ونص صباح الظهر، قلت لكم هذا بي انتوا الظهر اخذتكم صح طلاب؟ من 11 ونص لواحدة ونص. دكتور الصبح مجموعة الثمانية ونص انتم. الصبح الصبح. اي نعم دكتورة. اي. اي نعم دكتورة. زين، فذولا جماعة الظهر قلت لهم انه هذا بنقص الكتروني، هذا الكربون بنقص الكتروني فيحتاج انه يستقر. زين، هذول مجاميع دافعة بالحاث، الار جروب بالاندكتيف افكت هم الكترون with donating group مجاميع دافعة بالحاث. زين، تدفع الكثافة الإلكترونية للسنتر حتى تخليه نسبيا يستقر، ولو هو still هو فاقد، بس شو تسوي؟ فهذه بيها 3 H 1 2 3، هاي بيها 3 1 2 3، هاي بيها يعني 9 H group. فالنقص الإلكتروني أو البوزيتيف تشارج راح تتوزع بين هاي وهاي وهاي. زين، فهذا أكثر استقرارا من السكندري، سكندري بمجموعتين دافعة، بينما البرايمري بمجموعة واحدة فقط دافعة. حتى قلت لكم هذا عنده أم وأب وجد يصرفون عليه يعوضون النقص اللي عنده، هذا عنده بس أم وأب، هذا عنده بس أمه، أبوه متوفي،
بس أمه تصرف عليه وتدفع لها الموجود، هذا ما عنده كل شيء زين. هذا المثل مستحيل يتكون، المثل كاربوكاتين، لأن جدا 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 غير مستقر زين، فما ما عنده شيء يعوض نقص الكثافة الإلكترونية. طبعا هو هذا مو موضوعنا هسه، هذا بالأسأنوان نبدي نحكي عنه، الكاربوكاتيون وياهو أكثر استقرارا ومدري شنو زين. هذه الآر جروب بغض النظر مثل أثل زين، تيرشري سكندري برايمري، بس رباط السالفة وين؟ احنا وين جبناها؟ جبناها على هذا البيوتوكسايد. البيوتوكسايد هو سترونج بيس، هو سترونج بيس لان عنده مجاميع دافعه ثلاثه داير ميدوره، هذا الاو اتش ماينس، فهو قاعده قويه. لكن شنو مشكلته؟ مشكلته حجمه كبير، مشكلته بيه اعاقه فراغيه كبيره، لان ثلاثه مثل جروب، فستيرك فاكتور او ستيرك افكت مالته عالي، فبالنتيجه تحصيل حاصل راح يصير ويك نيوكليوفيل، ما يقدر يهاجم لان حجمه كبير، بالرغم من انه هو قاعده قويه زين، قاعده قويه اقوى من هاي القاعده. هذا بي ار جروب وحده تدفع له زين، تدفع للاو ماينس، هو قاعده ضعيفه، هذا اقوى من عنده، بس يعتبر سترونج نيوكليوفيل يعني حجمه صغير، فالستيرك افكت كل شيء ياثر عندي بالتفاعل. سينز نيوكليوفيليسيتي انفولز ذا اتاك اوف نيوكليوفيل ات ذا كاربون سنتر لارج جروبس، حطوا جواها خطين، tends to hinder this process، تعيق هاي العملية، المجاميع الكبيرة تعيق هاي العملية، يعني عندي مهاجمة من الخلف زين. steric effects are not as important for basicity since this involves the obstruction of an unhindered proton. الستيرك effect ما يأثر على البيسيسيتي، هذا يقتنص عادي، كلش يقتنص بروتون بسهولة ويصير بيوتانول، تيرشري بيوتانول كلش بسهولة، لأن هو قاعدة جدا قوية. فالستيريك effect are not as important for the basicity since this involves the obstructing of unhindered proton. إذا هذا دا يهاجم بروتون عادي ياخذه، بس أني دا يعني ياخذه ويمشي يطلع بي برا، بينما أني إذا أريد تفاعل تعويضي هذا رح يرتبط بهاليد الألكيل، فكلش احتاج انه يكون حجمه صغير اسهل لي بالتفاعل. بس اذا انا اذا اتكلم عنه كبيس، لا هو قاعده ممتازه انه هو راح ياخذ البروتون ويهج زين، ياخذه ويطلع بيه برا. يعني شنو ياخذ البروتون ويطلع بيه برا؟ ياخذه، ما له علاقه بالتفاعل، هي تشوفوا ما راح يرتبط هذا، هي هذا مثلا البيوتوكسايد، البيوتوكسايد اذا هاجم مركب بي هيدروجين راح ياخذه ويطلع بي برا، ما له علاقه، يعني ما احتاجه يرتبط بهاليد الالكيل، ما عندي تفاعل تعويضي هنا أنا. تمام زين، نرجع لسالفتنا. زين substrate effect، تأثير المادة المتفاعلة مع هاليد الألكيل، شبيهة هاي substrate effect بيها leaving group effect و steric effect. leaving group effect، a good leaving group has the following features: electron withdrawing to polarize the CX bond، هذا substrate effect اللي هو المادة اللي خارجة من المادة اللي خارجة من هذا، دقيقة leaving group effect و steric effect. a good leaving group has the following feature، يعني leaving group الهاليد، احنا عندي احكي على هاليد الأكيد، مجموعة الهاليد كل ما كانت leaving group يعني أفضل، كل ما التفاعل صار أسرع. A good leaving group has the following feature: electron withdrawing. ليش أنا أريد electron withdrawing؟ لأنه حتى polarize the CX bond making the C electrophilic. أنا أريد electron withdrawing group، حتى كل ما كان electron withdrawing group أكثر، كل ما سوالي C positive charge أكبر.
stable ones it has left. يعني أنا أريده stable يكون، مو كلش vigorous أو يعني عنيف بالتفاعل أو ما يسيطر. كل ما كان stable once it's left، يعني هاي الاكس كل ما كانت stable لما نتغادر، once it has left يعني not strong base، مو كلش قاعدة قوية. وأريد polarizable to stabilize the transition state like I minus اللي هو previously. كل ما كان polarizable مثل ما حكينا انه الـ I الكتروناته كبيرة فيقدر يهاجم أسرع أو يغادر أسرع، مو مثل الفلورين. الفلورين قوة الجذب مالته، قوة الجذب مالته للإلكترونات أقوى، زين، مو مثل الآي. الآي مسيطرة أكثر. كمان ليفينج جروب اللي هي الأيونات، عندي كلور وبروم وآي، زين، يعني Cl- بروم برومايد أيودايد RSO3- هذا سلفونيت، RSO4- هذا سلفيت، RPO4- هذا فوسفيت، هذه كلها ليفينج جروب. النيوترال اللي عندي OH يغادر كمجموعة، قصدي مو OH، مي H2O يغادر كمجموعة، كحول R3N R3P، شلون يعني أنا عندي نيوترال وشلون عندي أيونز؟ مثلا عندي آني الهيدروكسيد هو مو good leaving group، يعني هو قاعدة قوية، فلذلك هو مو مجموعة مهادرة جيدة. يعني قلت هنا not a strong base، لأن إذا كان a strong base لمن صعب إنه يغادر. قلنا stable once it has left، الشرط إنه يكون not a strong base. ال OH هو strong base فما راح يغادر بسهولة، بتشلب. الهيدروكسيد أيون are not good leaving group لأنه هو strong base. But in acidic media، إذا أنا عندي الميديا مع التفاعل شوية محمضتها، يعني شنو شوية محمضتها؟ أعطت لها شوية حامض، قطرة حامض as a catalyst، the O get protonated. ال O مال ال OH راح يصير بيها protonation، راح تتحول من OH تصير OH2. الOH راح تصير OH2، فالOH صعب انه تغادر، هذا التفاعل مستحيل يحصل. بينما اذا بروتونيتد انا حاطت له حامض شويه، راح يصير بروتونيشن للOH، راح يتحول الى جزيئه مي بوزيتيف، زين. And now H2O can serve as a good leaving group. هسه ال H2O هو يصير good leaving group. Again الOH هو قاعده قويه، فهو ليس يعني bad leaving group، هو ليس مجموعة مغادرة جيدة. شو أسوي له حتى أسوي good leaving group؟ أسوي له protonation، شوية أضيف قطرة حامض للمحلول، راح يتواجد الحامض، بروتون الحامض راح يتواجد، راح يسوي له protonation لهذا ال OH، بالنتيجة راح يصير مجموعة OH2 plus، لأنه ال O ارتبط بثلاث ارتباطات، هو ال O المفروض ارتبط بارتباطين، ال H2O مستقر هو بارتباطين. هسه صار هذا OH2 وهنا عندي R هو بلس، وقبل أخذ الإلكترونات من هنا وطلع، أخذ هنا وطلع، تمام. فصار عندي BR CH3 BR ومي، جزيئة مي، تمام. فالمجموعة المغادرة عندي إلها شروط، أولا تكون الإلكترون withdrawing، حتى شنو to polarize the CX bond making C الكتروفيل، هذا أفضل إليه بالمغادرة، ما أريدها قاعدة قوية. النقطة الثالثة أريدها polarizable مثل الآي، مثل ما حكينا يعني سابقا، زين. هاي المجاميع الليفينج جروب اللي عندي، يا أما يعني مجاميع هاليد أو سلفونيت أو سلفيت أو فوسفيت، أو مجاميع نيوترال اللي هي الماي والكحول وال NR3 أو PR3. زين، neutral molecules can be good leaving groups from positively charged electrophiles. هذا positively charged electrophile اللي هو الهاي كاربون الزومية. But the need to protonate the electrophile first limit the choice
of nucleophile to those that are not strong bases since the زين هذا الكلام قلنا. عندي steric factor يلعب أيضا دور بميكانيكية ال SN2 large group steric factor مال substrate مال المادة المتفاعلة مال الهاليد الألكيل نفسه. احنا هنا نستحجينا living group مال الهاليد الألكيل نفسه living group substrate أقصد بيها هاليد الألكيل substrate effect أقصد بيها هاليد الألكيل نفسه B leaving group effect و B steric effect. leaving group effect إيش حكينا عنه؟ إذا ال OH و إذا ال I شلون يغادر. وهسه نجي على ال steric effect مال هاليد الألكيل نفسه. إذا كان هاليد مو المادة المهاجمة مو نيوكليوفيل ال steric effect مال المادة المتفاعلة مال هاليد الألكيل نفسه. إذا كان هاليد الألكيل steric يعني حجمه كبير أيضا التفاعل ما راح يحصل. احنا قبل شويه حكينا على الستيرك فاكتور مال النيوكليوفيل هذا قبل شويه حكينا على الستيرك افكت مال القاعده التاجم مال النيوكليوفيل هسه راح نجي يعني هذا حجمه كبير فالنيوكليوفيل ضعيف فالتفاعل مو جيد هسه الستيرك فاكتور مال السبستريت نفسه اذا السبستريت نفسه حجمه صغير مثلا هذا اثيل بروميد هذا أثيل بروميد اللي هو عبارة عن CH3CH2Br يتفاعل إذا هاجم نيوكليوفيل راح يتفاعل أفضل وأسرع من الايزوبروبيل بروميد الايزوبروبيل بروميد هو CH3CH وعدي بالنص بروميد تمام فانتبهوا شوفوا هذا الايزوبروبيل بروميد هو عبارة عن CH3 بالنص عندي Br ومن هناك هم CH3 هذا يتفاعل أسهل من هذا والثاني يتفاعل أسهل من هذا الثالث اللي هو تيرشري بيوتيل بروميد تيرشري بيوتيل لاحظوا ثلاث مجاميع CH3 وهاي السي وسطانية BR هذه الـ OH صعب إنه تدخل من الوراء من الخلف صعب إنه تهاجم attack is impossible هذا الوسطاني الـ attack is possible وهذا أول واحد على اليسرى attack is easy لأن الحجم صغير فعادي تجي هاي الـ OH ترتبط بهذه ويحصل التفاعل زين ستيريوكيمستري مال هذا الكلام A nucleophile donate its electron density into attacks the small back loop of the sp3 hybridized cx bond أنا عندي نيوكليوفيل راح يمنح الكتروناته هذا النيوكليوفيل اللي هو الـ OH ماينس راح يمنح الكتروناته لمن راح يهاجم راح يهاجم هاي الكربون اللي هي مرتبطة بآصرة sp3 مع الـ X cx sp3 زين sp3 hybridized cx bond since the leaving group itself blocks attack from any other direction the leaving group itself block attack This is called backside attack. يعني هذه الـ X هي يعني بلوك مسوي بلوك منها الصفحة. فمنين ممكن يصير الارتباط؟ الارتباط يصير من الخلف من هاي الجهة. الجهة العكسية لذرة الـ X. فلذلك يسموه backside attack. Okay. هذا attack on the CBR sp3 orbital. sp3 orbital سادهل هاي الجهة لذلك الـ OH يجي من الجهة المعاكسة راح تتكون لي transition state اللي مرتبطة بيها الـ X منها والـ OH منها طبعا هاي لازم أخلي plus هم ناسين يخلون plus على هذا السهم القوس الكبير عفوا فالمهاجمة راح تصير من الخلف بعد اتجاه الـ H CH3 كانت باتجاه اليسار صارت ثلاثة باتجاه اليمين يعني فراغيا الشكل أصبح مختلف فراغياً عكس الأولي الأولي ذرات الهيدروجين من هالجهة وكأنه شون الشمسية فتحت بالمقلوبي زين كانت مرتبطة بالبروم مننا وذني دافعتن لي ورا هسه الـ OH إجا ارتبط منه ودفع ذني ذرات الهيدروجين لي ورا أوكي لذلك يسموه باك سايد أتاك أو الستيريوكيمستري مالته تختلف يعني
تعكس الاتجاه. مثلا أنا هسه عندي شنو هذا البرودكت الستيريو كيمستري انفيرتد يسموه باي ان اس ان 2 رياكشن. الاس ان 2 رياكشن يقلب الستيريو كيمستري مال الجزيئه. أنا كانت عندي اثنين برومو بيوتان ميثان ايثان بروبان بيوتان زين، او ابدي احسب منها هاي هاي اول وحده الاتش هي ميثان، هاي الثانيه سي اتش سي اتش 2 سي اتش 3، فهو اثنين برومو بيوتان بس كان بصيغه اس. هسه تشرح لكم دكتوره بس ما شنو الاس وشنو الار. الار اللي هو مع عقارب الساعه تدوير، والاكس هو عكس عقارب الساعه. من جتي الاو هاجمت تكون لي ار اثنين بيوتانول، يعني انا بديت باس انتهيت بار. اس ايش؟ اس اثنين برومو بيوتان، كان برومو بيوتان صار شنو؟ صار بيوتانول بس من يا نوع؟ من نوع الار. The SN2 reaction is called stereospecific. SN2 يسموه stereospecific يعني يقلب الستيريو كيمستري من S إلى R أو من R إلى S، واحدة عكس الأخرى. زين stereospecific reaction sends a certain stereoisomer react certain stereoisomer اللي هو الS يتفاعل to give one specific stereoisomer as a product حتى ينطيني يعني عكسه ينطيني الار كنتيجه. SN2 reactions always produce with inversion، يصير عندي انقلاب بالستيريو كيمستري. اوكي يعني هاي صحيح عشان اطالع علي CH2 CH3 بس طالع علي من جهه يتجه باتجاه اليسار، هذه طالع علي نعم من المستوي جاي على وجهي لكن شنو باتجاه اليمين. اوكي هذا هو كل ما يخص محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله المحاضرة القادمة نبدي بالأس أن وان. أكو أحد عنده سؤال لحد الآن؟ إن شاء الله المحاضرة الجاية أجيب لكم أمثلة مال تفاعلات مال أس أن تو حتى صير عندكم فكرة شلون أجيب لكم إياها بالامتحان. أوكي إن شاء الله أجيب لكم فد مثال مثالين نسولف بيهن حتى يعني تصير عندكم فكرة. نعم دكتورة بس مال الأس والآر يا هي ويا عقارب الساعة ويا هي عكس الآر. هسه راح تجي تشرح لكم يا دكتورة بس ما لا تخربوا يعني لا كلش تركزون بيها. أنا ما أريد أدخلكم بالستيريو كيمستري لأن هي راح تشرح لكم يا الدكتورة بس أنا وحدة يعني إذا دخلت آر تطلع أس، إذا دخلت أس تطلع آر. والآر هو اللي عقار ويا عقارب الساعة. إيه الآر هو اللي مع عقارب الساعة والأكس هو اللي عكس. ماشي دكتورة شكرا. عفوا. زين أكو أحد عنده سؤال؟ اي الار اللي هو مع عقارب الساعة والاس هو اللي عكس عقارب الساعة لان هذا lowest priority، هذا وزنه اكبر من هذا. اي دكتورة نقول الار رايت يعني حتى ينحفظ. اي هذا البروم 35 الاكسجين 8 زين، فهذا اعلى من هذا وهذا اعلى من الكربون. الآر هو مع عقارب الساعة، هذا صار بي انفيرجن الاس بي آر هذا عكسه. زين بعد اي الآر مع والاس عكس. زين بعد اكو احد عنده سؤال؟
دكتورة بس على محاضرة اليوم يعني طبيعة الأسئلة شلون تجي يعني كلها؟ هو راح أجيب لكم إيه هو طبعا تفاعلات حضر كذا أو فلان مادة مع فلان مادة أريد من عندكم ناتج، راح أجيب لكم فد مثال مثالي إن شاء الله بداية الأسبوع اللي يجي، بس أحضرهن يعني أنا سوا حضر شيء أحضرهن حتى يعني أعطيكم فكرة. تمام دكتورة، يعني أنا ودي أفهم أكثر يعني. إيه صحيح حقكم، حضر لكم كم مثال ونحلهن سوية حتى تصير عندكم واضحة الصورة. تمام دكتور شكرا. أهلا وسهلا. بعد إذا ماكو أسئلة حتى تغادرون، ما عندي حضور، ما راح أسجل لكم حضور. ماشي دكتورة، شكرا دكتورة حضرتك. أهلا وسهلا أحمد. انتوا شو وقت تداومون عملي؟ ثلاث أربعة وخميس؟ باكر دكتورة. باكر ثلاثة؟ ثلاثة وأربعة وخميس. زين انتوا يا ساعة أحمد لطيف، يا ساعة مختبركم؟ التسعة دكتورة، تسعة تسعة ونص. ها من ثمانية ونص لتسعة ونص؟ لا من تسعة ونص لعشرة ونص. لا لا بالتسعة ونص دكتورة نبلش بالتسعة ونص. التسعة ونص للعشرة ونص. زين ومحمد عبد الله هو وياي دكتورة نفس الجروب؟ نفس الجروب. اها خوش، يعني انتو حتداومون ناتجون ببغداد؟ والله هو انا ببغداد بس هو ما اعرف اذا راح يجي او لا، انا اساسا ببغداد يعني. اي ادري قلت لي البارحة، بس محمد عبد الله يجي من الموصل ويداوم؟ بسليمانية. تجي من السليمانية لو شو اسمه لو داوم يمكم؟ لا اجي دوامي بالمستنصرية، بس لا اشوف هذا الاسبوع ان شاء الله اقدر اجي، اذا ما اجي هذا الاسبوع ان شاء الله اللي بعده. يلا الله كريم، الله يوفقكم ان شاء الله. يعني حضوري دوامكم مو استضافة طلاب المحافظات. إيه زين جاي هذا الأسبوع، هالأسبوع لا نداوم. ليش أحمد ما نداوم هالأسبوع؟ أول يقدرون ما تحضرون عادي، يعني عندكم هيك صلاحية. إيش قالوا ما أدري عاد. أحمد منين؟ أحمد عباس من بعيد؟ من الكويت. من الكويت. لا زين قريب الكويت رحمة. ايه زين زين استنى رح اوقف الريكوردينج رح يقعد يومها البنية. I'll be saved.